السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار من تلفزيون الجزائر. المستهل بأحوال الطقس، حيث يتواصل تساقط الثلوج على المرتفعات الوسطى والشرقية من الوطن، والتي يتجاوز علوها 800 متر ليصل بعد ذلك إلى المرتفعات التي يفوق علوها 600 متر حسب ما أفاد به الديوان الوطني للأرصاد الجوية في نشرية خاصة. وولاية بإصدار نشرية جوية خاصة تخص تساقط كمية الأمطار حيث مست المناطق الوسطى وكذلك الشرقية. تتراوح هذه كمية الأمطار من 20 إلى 40 مليمتر، وتصل 50 مليمتر محليا على المناطق الغربية. تمتد صلاحية النشرية الخاصة هذه بداية من ظهيرة السبت 21 جانفي إلى غاية يوم الأحد 22 جانفي بعد الظهيرة. وكذلك قام ديوان الوطن للأرصاد الجوية إصدار نشرية جوية خاصة تخص تساقط الثلوج على المرتفعات الوسطى وكذلك الشرقية على التي يفوق علوها من 600 إلى 700 متر. ولاية المدية وعلى غرارها العديد من ولايات الوطن تشهد تساقطا معتبرا للثلوج التي غطت المرتفعات وتسببت في غلق الطرقات خاصة المسالك الوعرة، مما يستوجب توخي الحيطة والحذر بالنسبة للسائقين، كما نتابع في هذه الصور التي تصلكم على المباشر. وتلتحق بنا مباشرة من الطريق السيار شمال جنوب في شطره الرابط بين المدية والبروقية ليندا مكية. ليندا، ضعينا في صورة الأحوال الجوية هناك، خاصة ما تعلق بوضعية الطرقات. نعم، إذا نحن في طريقنا إلى ولاية المدية على المباشر. تساقط الثلوج كما تشاهدون في عدد من المناطق، ما أدى إلى انقطاع بعض الطرقات وغلقها بسبب تراكم الثلوج. لذلك نطلب من مستعملي الطرقات أخذ الحيطة والحذر وتفادي السرعة والتقيد بقانون المرور خلال هذه الظروف المناخية. نترككم مع بعض الصور من ولاية المدية. منظر جميل، شكرا جزيلا ليندا مكي، كنت مباشرة معنا على مستوى الطريق السيار شمال الجنوب في شطره الرابط بين المدية والبروقية، شكرا جزيلا لك. في موضوع آخر، ومن أجل منظومة بحثية فعالة موجهة نحو الابتكار وترقية الاقتصاد الوطني وتنويعه، انطلقت أمس بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال أشغال والجمعية العامة الثانية والملتقى العلمي للمجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات بحضور أعضاء المجلس ومستشار رئيس الجمهورية المكلف بالتربية والتعليم العالية نور الدين غوالي. وفي جدول أعمال الجلسات على مستوى اللجان، دراسة ومناقشة المقترحات المتعلقة بتطوير البحث العلمي باعتباره قاطرة لتقديم حلول مبتكرة تسهم في التنمية الاقتصادية. إلى الحدث الرياضي القاري، حيث أنهى المنتخب الوطني الجزائري للمحليين دور المجموعات في الصدارة بعد فوزه صارت أمس على نظيره الموزمبيقي بنتيجة هدف دون رد بملعب نيلسون مانديلا ببراق بالعاصمة، وهذا لحساب الجولة الثالثة والأخيرة عن المجموعة الأولى لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين، ليتأهل المنتخب الوطني والموزمبيقي إلى الدور ربع النهائي. هدف المباراة الوحيد سجله حسين دهيري في الدقيقة السابعة، ولحساب الجولة نفسها أقصي المنتخب الليبي رفقة منافسه الإثيوبي. هذا ولحساب الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الثانية، تأتيكم مباراة اليوم كالآتي.
نذكر مشاهدينا الكرام أنه بإمكانهم مشاهدة مباريات بطولة الأمم الإفريقية لكرة القدم للاعبين المحليين حصريا على القناة الأولى للتلفزيون الجزائرية. دوليا بالمغرب، وبعد قرار البرلمان الأوروبي، احتجاجات مرتقبة اليوم للمطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في البلاد، فيما نظم المئات من سكان مدينة مكناس وقفة احتجاجية جابت شوارع المدينة. هذا ورحبت عدة جهات ومنظمات دولية حقوقية بقرار البرلمان الأوروبي المدين لانتهاكات المخزن لحرية الصحافة وحقوق الإنسان في المغرب. من جانبها، اعتبرت وسائل إعلامية مغربية التزام نظام المخزن الصمت الرسمي إزاء قرار البرلمان الأوروبي المدين للمغرب في مجال حقوق الإنسان بمثابة اعتراف ضمني بالجرائم المرتكبة من قبل النظام. بهذا نأتي مشاهدينا لنهاية هذه النشرة، نلتقي على رأس الساعة في نشرة مفصلة. السلام عليكم. We'll be right back.